السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محسن متفرج على قناة بيم أريبيا، والنهاردة هنتكلم على أمر موجود أكتر من مرة في الريفت ومع ذلك قليل اللي بيستخدمه، ألا هو الورك بلاي. لما تيجي هنا في الأرتكشر هتلاقي، تروح للاستراكشر هتلاقي، في الستيل هتلاقي، في السيسم هتلاقي، فهو موجود أكتر من مرة ومع ذلك قليل قوي اللي بيستخدمه. ولو أنت استخدمته هتلاقي نفسك بتوفر وقت كتير على نفسك، ولو أنت استخدموش هتلاقي في أمر بتبقى صعب تتعمل، بس لو أنت عرفت تستخدم الأمر دي هتلاقي إن هي ممكن تسهل عليك. طيب تعال نشوف كده الورك بلان عباره عن ايه. دلوقتي لو انت مثلا جاي تحط كرسي او ترابيزه او اي حاجه من الحاجات ديت، هيقول لك هتبقى في ليفل 1 ولا في ليفل 2. انت دلوقتي في 3 دي، ونفس الكلام لو انت في اي ليفل او في الاليفيشن، ايه اللي يحدد انها تحط هنا ولا تحط هنا؟ هي موضوع الورك بلان. بقول ست واختار بقى انا هشتغل في ليفل 1 او في ليفل 2. خلي بالك اهو بتتنقل من هنا لهنا، او ممكن تقول له بيك ابلان وتختار انت انهي ليفل اللي هتشتغل عليه. لو قلت له شو هيبدا يظهر لك الحاجه اللي انت شغال عليها، تمام؟ فدي بتسهل عليا الشغل وبالذات لو انا شغال في 3D. طيب نفترض مثلا ان انا هنا جيت هنا في ليفل 1، لو قلت له شو هيظهر لك الحاجه اللي انت هتشتغل عليها، وقلت له الول اهو، تمام؟ ورسمت برده وانا هنا قلت له انا عايز ارسم ريفرنس بلان وسميته R1، لازم تسميه عشان تبقى سهل ان انت تستدعيه. طيب لما تيجي هنا تقول له شو، تظهرها لك بالشكل ده، تقول له سيت وتقول له انا عايز اشتغل على R1، يبقى اي حاجه هيقول لك بقى انت عشان ترسم صح لازم تبقى ايه مواجه للحاجه دي، فانت هتشتغل على الاليفيشن بالشكل دوت. فانت اي حاجه ترسمها هترسم فين؟ على الاليفيشن انت عليه. بص شو هيبدا يظهر لك، ده اللي انت هتشتغل عليه. تقدر تكبر فيه وتصغر فيه وتتحكم في حجم الجريد بتاعه، مثلا تخلي 8 مثلا بالشكل ده، تمام؟ حتى لو مفيش حيطه، هو مش مرتبط بالحيطه. طيب خلينا نخش في 3D. تمام، ممكن تقول له سيت وتقول له انا عايز اشتغل على الريفرنس بلان، هتبقى بالشكل دوت. يبقى اي حاجه تعملها هتتعمل على الريفرنس بلان دوت. طيب نفترض ان انا عندي مثلا بليس كومبوننت، دي حاجه خاصه باللايت اهيت، حطيناها هنا اتحطت في حته. طيب لو انت عايز تحطها هنا تقول له ورك بليس اون ورك بلان، وتحطها في الورك بلان زي ما انت عايز. فممكن في عنصر انت عايز تحطه ومش عايز يبقى في حيطه، فهل تعمل حيطه رفيعه او لا تعمل حيطه وتخفيها؟ لا، انت ممكن تعمل الورك بلان وتبدا تحط العناصر اللي انت عايزها. طيب لو انا عايز اعمل حاجه مايله، تمام، ممكن تيجي هنا مثلا في اي حاجه من دول وتروح قايل له انا عايز اعمل ورك ريفرنس بلان اهوت، وهنسمي ده مثلا R2، وبعد كده هتقول له تعالى مثلا نخش، ممكن تحط العنصر بتاعك هنا او في 3D. عايز تحط مثلا عنصر على الحاجه اللي مايله ديت، هتقول له بليس ا كومبوننت، تمام، وتقول له بليس اون ورك بلان، وتختار مثلا ان انت تشتغل على R2، فبيقول لك عايز تحطها في 3D ولا فين، وتبدا تحط العنصر بتاعتك. هتحط مايله زي ما انت شايف، لما تيجي تبص كده هتلاقي العنصر اهي مايله اهي واخده نفس الزاويه ديت. طب هل دي ممكن تعمل لي مشاكل لما اجي اقطع؟ لا، بص لما تيجي تطبع كنترول V، هو ممكن تيجي هنا في السيت اب هتلاقي اختيار افتراضي هايت ريفرنس ورك بلان، يعني هو اوتوماتيك هيعمل لك هايد للريفرنس، هو عارف ان الريفرنس دي مش حاجه حقيقيه، هي حاجه بتساعدك في الشغل، فهو بيعملك عليها هايد على طول، تمام؟ الا لو انت شلت علامه يبقى انت محتاج الخطوط دي تتبع معاك، او ممكن تقول له في في وتدخل في الانوتيشن وتخش على الريفرنس بلان وتعمل لها هايد بالشكل دوت. وممكن تساعدك برضو لو انت بترسم حاجة مثلا موديل ان بليس، او بترسم ماس وعايز تحدد حاجة في الفراغ، فهو يبدأ يساعدك فيها. يعني مثلا حاجة زي دي عايز ترسم انت مثلا الشكل دوت، فعايزها على ارتفاع معين، فتقدر ترسم ريفرنس بلان هيساعدك. برضو حتى لو انت بترسم فاميلي، اي نوع من انواع الفاميلي، بتلاقي الريفرنس بلان برضو بيساعدك، وتقدر تحط مثلا دايمنشن بينه، وتقدر تحط مثلا قاعدة معينة، مسافات معينة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. يعني مثلا هتقول له نيو فاميلي جينيريك موديل، تمام، ده هو عامل لك ريفرنس بلان جاهز. هتيجي تقول له ريفرنس بلان تاني اهوت. هناخد مثال سريع بس على موضوع ريفرنس بلان. خلي بالك اول ما رسم قال لي في دايمنشن، فممكن توقف الدايمنشن دوت، ممكن تعمل سيلكت للدايمنشن دوت وتخليه مثلا عباره عن مسافه معينه. ممكن تيجي هنا وتقول له عرفها لي مثلا انها دي R1 ودي عباره عن دايمنشن وطيب، تمام. وممكن تيجي بعد كده تاخد دي كده كوبي، ما تنساش تخلي ده مثلا R4 عشان تقدر تميز بينهم، وتعمل سيلكت.
تقدر تخلي ده لرقم مختلف او تقول له خلي ده نفس الرقم مثلا R1، يبقى ده الاثنين هياخدوا نفس المسافه. طيب ممكن تيجي بعد كده ترسم اي حاجه وتخليه هو اوتوماتيك يعدل نفسه بناء على دي. يعني مثلا اكستروشن، مثال بسيط خالص اهو، من هنا لهنا، ونقفل ده ونقفل ده تمام، وهنقول له اوكي. يبقى اوتوماتيك اول ما تيجي تعدل الريفرنس دوت يتعدل معاك بالشكل دوت تمام. ولو دخلت هنا في الخصائص وقلت له خلي ده مثلا 4 هيتعدل معاك. فالريفرنس ده ساعدني ان انا اقدر اتحكم في المقاسات بتاعت العناصر بتاعتي. فالريفرنس بلاند دي استخدام كتير جدا، بتسهل عليك الشغل، ما بيخلكش تضطر ان انت ترسم عناصر وتعمل لها هايد، لا ممكن من خلاله تتحكم في الشغل بتاعك وتتحكم في اماكن الشغل بتاعك. ممكن بدل ما تعمل ليفل جديد لحاجه مثلا المفروض في نص الغرفه، لا ممكن تستخدم الريفرنس بلاند ده كليفل وهمي او حاجه زي كده.